على دلعون الدنيا دوارة، حارتنا صارت حارة محتارة، على دلعون الدنيا دوارة، حارتنا صارت حارة محتارة. وإن بدك بتعرف أخبار الحارة اسأل عليها يلبي صارت محتارة، ناس بتهدم التراث وناس بتبني حضارة، ناس بتهدم التراث وناس بتبني حضارة. يا مختار المخاتير خدني على هالحارة حتى أعرف شو بيصير بهالحارة المحتارة. توفيق توفيق يا توفيق يا زلمه، مالك صوتك من الصبح طالع وبتصيح، شو قصتك يا زلمه؟ يا زلمه صار لي ساعتين بنادى عليه، وين رايح زلمه؟ هذا الزلمه سافر على الاردن، في واحد من قرايبه عنده عرس راح يحضر. طيب ما يكون، انا عارف وهيج دائما كالعادي بغيب وبكلش حدا وين بروح. يا زلمه ما الاوض دائما صوت طالع، هذا سلامه سارك له مفتاح المحنه كان. ابو الفوز عم ابو الفوز بس 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 تبيع هالورد. طب تعال وين رايح يا زلمه؟ تبيع هالورد بس تبيع هالورد. العافية يا اخ. هل فيك يا اخوي؟ تفضل. مش هاي حالة المخاتير ولا انا غلطان؟ الله وكيلك، كيف جاتك؟ خير؟ تفضل. قبل ما اقول خير مش خير بدي اسالك سؤال، ليش سميته حارة المخاتير؟ هاي حفيظ السلامة، هاي الحارة مش فيها ولا مختار، يعني في المختصر طاش وضيعة. احسن لك يا عيني، لمين بدي اسلم هذا المختوم؟ مختوم؟ طب شو فيها هذا المختوم؟ يا سيدي انا من وزارة الشؤون الاجتماعية والوزير قرر يزور هاي الحارة. شو وزير؟ وزارة؟ بدي يجي عنا؟ يا سلام، اسمع علي، هاي القصة ما لهاش غير أمو بالعبد وكبير دار الناس ناس وبده يصير المختار. طب يلا خذنا عنده. يعني أجي معاك؟ طب ابعد 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 أمو بالعبد وزير أخرى. اطلع 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 مني 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 اطلع. مستكع عم تطلع. اسمع ولا بتقول لأبوك جيب المصارى اللي عليه، ترى دير بالك أنا أسناني مخلعات من أمثال أبوك، سمعت؟ طيب ليش بتصيحنا؟ جيل آخر زمان، شوف هالخالصات ثانية ولك سلامة، وين داشع ومش كاشع؟ بدور عفاطمة داين من حالة حالة بدي أشوفها، ما شفتهاش أنت؟ لا ما شفتهاش يا سلامة، وبعدين كيف بدك تدور على فاطمة وانتهيت؟ مالي بتجنن طلعينها. ولك ماني بعرف إنك بتجنن، الجاكيت وينو؟ نو نسيته على العين، بدي اتحمم. طيب روح دور عليه ولبسه وخلي فاطمة تكمل. خليك فيني مدعا انا بجنن. سلام. اهلا وسهلا. تفضل. هاي عمو بلعبد، تعال. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا عمو بلعبد. الوزير؟ يا اهلا وسهلا. يا حي الله يا حي الله. اهلا. بدنا اياك تبيض وجهك قدام الوزير. ابشر ابشر ابشر. خليك يا عمي بعد كاسة شاي. امان الله. يا هلا يا هلا. عبيد اسمع علي. انا ضبطتها، انت راح تمثل حارك قدام الوزير هسه. بس اسمع يا نجي. نعم. انا بدي اياك تتنسنسني على الموضوع وما حدا يقدر يخليه يصير بينك. نعم ان شاء الله. بس عمي في طلب عندي. اطلب. بدي اياك بس يجي الوزير اغني قدامه. هاي بسيط، بس اهم شيء ابو لطفي وابو عطا ما يدروش في الموضوع. نعم بدروش ان شاء الله. الحمد لله. مدحت كيف جاكيتي بتجنن. ولك الله لا يعطيك العافية فوق تعبك. ليش نانها؟ رحت تجيب الجاكيت ضيعت الكرفطة. أنا تشيشي نانا فاطمة مغني عقلي بطلت فتشن وين حطيتها أنا. طيب روح روح روح. أنا تشيشي روح. يا هلا يا هلا أبو عطا.
يا هلا فيك ابو عطا. 100 مرحبا فيك يا ابو عطا. مالك مالك يا رجال مالك شو فيك؟ ذبحت يا زلمه هلفتيني الملح الله اكبر كل حطيها بعر يا زلمه شو هاف؟ هذول دخانات عربيات على شيف شيف. ما علينا ما علينا، مش قلنا لك يا ابن الحلال بتجيب معك سلامه من جاي؟ والله كلبت عليه الحاره يا ابو لطفي ما لقيته. ولا وين راح يا زلمه؟ هذا اكيد داير ورا ام فخري وبنتها، ترى هو قاطع شغلته وعملته داير وراي يا زلمه. ضبوا يا ابن الحلال. عيلك علي يا ابو لطفي الا ربي لك يا احسن تربيه. الله يرضى عليك يا ابو عطا تخلصنا من هالموضوع. بديش ارد راجع فيك انا. اي ابو لطفي طنيب عليك. دشرنا من سلامي وخلاريفه. اتفضل. قل لي ابو العبد النسناس وين؟ عدله فترة ببينش أبو العبد؟ آه هذا خاف الله إنه بنسلسه على شغلة، ما هو اسمهم محم دار النسناس يا عمي هذول. آه. يا سيدي يا سيدي الله يرزقه ويرزقنا معه. آمين آمين يا سيدي آمين آمين. الله رحت ببتيلتك الله أكبر. هذول من يعبد من جينين يا ابن الحلال. نعيم يا نعيم. وانا عليك بتظبط الان. بعدين يا زلمه مالك اذا فيش شيء تسمعني اياه؟ يا زلمه الراديو خربان وانا صوت. يا زلمه يا زلمه دبر حالك سمعنا شيء. هسه بنهار اجت هيني جاي. يلا كيف اولش بعجلي. شو سوى ابو خالد؟ ولك يا نجم. راح الباب. طل عليك. خير خير. جيب عودك وتعال بسرعة. روح شو بدك؟ شو يا زلمة خلص بعدين بقول لك شو بدي. جيب عودك وتعال. إن شاء الله يبيض وجهنا. بس هس شو بدك؟ شو بدك؟ كلي كلي شو بدك؟ بدي إياك تغني للزباين اللي عندي. تعال أتغني معاك؟ تعال أقول لك تعال. يلا كيف يا شباب؟ يا زلمة أنا قلت لك بدي راديو مش نجم يا زلمة. يا زلمة شو مدريك؟ هذا اسمه مطرب. جود يا نجم جود. أيام زمان أيام الغربة والضياع والنسيان، وأنا كنت عيان وعطشان وجيعان. ويا ديب يلي بلل عوي خذ هاي عودك. شو هاي؟ والحق علي انا اللي جبتك. والله الحق عليك مستاهل يا عوض. ولك بعدين معك يا سلامي. ها بعدين معك بتضلك لاحق مفخر وبنتها بدك تخزينها يعني؟ ماني احبها انا جوزني لها. اسكت اسكت ولا كلمه. ولك ضرب وفجزي على الطالعة وعلى النازلة بعيروا فينا. خزيتنا انت خزيتنا. يعني بدكش تخطبني إلها؟ ولك كيب هالموضوع من راسك أتفكرش فيه بالمرة. فاهم؟ مناتو بخليه يخطبني إلها. هو؟ ولك مين هو يا فهيم؟ ها؟ مين هو؟ مدريتش؟ لا مدريتش. الوزير. ها؟ ولك بدك تخلي الوزير يخطب لك إياه وأنا موجود؟ ها؟ ها؟ وزير؟ ولك شو وزير؟ شو وزير؟ ما دريتش؟ لا ما دريتش شو؟ هو اجت ورقة. أنو اللي اجت ورقة؟ نسناس أبو عبد. ها؟ أبو العبد؟ ها بتقول عدلو كم من يوم منسنس. لا يا أبو العبد لا والله ما أنت كريم. ها طيب طيب دك تخطبني لها؟ ها؟ دك تخطبني لها؟ ولك دشرنا هالساعة من شغلتك انت. خلاص خليهم. هاي سعيد. مبلوط فيه. كيف حالك عمي؟ هلا عمي الله بخير نيت. الحمد لله. الله يرضى عليك. يا عمي ادريت شندلي في الحارة؟ لا. الوزير بده يجي وابو العبد وابو عطا محضرين حالهم. احنا ضارب فجلة اخر من يعلم في هذا الموضوع. طيب انا شو المطلوب مني يعني؟ المطلوب منك الله يرضى عليك تكتب لي كلمتين مناح. اللي كان في مكان عمك ابو لطفي بدنا نلكيهم قدام الوزير. بس عمي الكلمه اللي بدي اكتب لك اياها بدك تتدرب عليها كمان. على راسي من فوق بدي اتدرب عليها ليل نهار. خلص اشتب لي وحدي بس الله يرضى عليك. تفضل تفضل. اشكرك الله يرضى عليك. بدي اول مره برضيك يا زلمه. تروح غيرك فوت تعيش. اهلا وسهلا. شو يا ابو العبد؟ يا مرحوب الوالدين
بده يجي وزير على الحاره واحنا معناش خبر. انا اللي قال لك انه في وزير سلام. اي زلمه بتصدق واحد مثل سلامي؟ عم ابو العبيد هاي الزينه تاعك الوزير صارت جاهزه. ولك روح. طيب روح. لا 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 يا ابو العبيد هلا سلامي الاهبل. طلع قصدك واحد في الحاره. واسمع يا ابو العبيد بدك تعرف انه احنا عندنا في الوزير حصه اكثر منك وخاطرك. ولك يشوف امرك يا نعيم. ولك ما جيتش تحكي لك قدام بعضا. بلادي يا مير العرب الخيل والخيالي. بلادي يا مير العرب الخيل والخيالي. بلادي والله والخيل يا خيل 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 يا الخير. بس بس شو في يا مدح الخير؟ عمي ابو عطا بده يحكي. كبير دار الذكر. تفضل يا ابو عطا. نعم عم ابو العبد كبير دار النسناس اللي بده يحكي. لا عم ابو عطا اللي بده يحكي. اسمع انا جاني ظرف المكتوب لي من الوزير وانا اللي بدي استقبل الوزير. من وين لوين الوزير بيعرفك؟ هو كز المكتوب لك. انا اللي بدي استقبل الوزير. يا جماعه الخير يا جماعه الخير انا في عندي تقسيمه منيحه للجميع. طيب يعني الجميع بده يستقبل الوزير. تفضل يا ابو عطا. تفضل يا ابو عطا. ابو العبد ايوه بيفتح الباب للوزير. ابو لطفي ايوه 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 بيسلم على الوزير. هذا الشغل. انا يا جماعه بكبل انه يعني هيك قلبي علي. صحيح رافق الوزير. بس الوزير اجا. اخواني في عهد المخاتير ببلغكم سلام الوزير. ها الوزير اليوم بيعتذر منكم. ها واجا زيارته لبكره لانه اليوم كان عنده اجتماع. ليه؟ ان شاء الله بكره زيارته هاي الحاره. شو اهلا وسهلا بالوزير واللي بده يصير يصير. اهلا وسهلا بالوزير واللي بده يصير يصير. يا ابو عطا شايف لك يا مش رايح يجي الوزير. والله يا ابو الفر اهلا وسهلا بالوزير واللي بده يصير. اضحكنا يا ابو عطا اضحكنا. شو نعمل؟ اهلا بالوزير واللي بده يصير يصير. روح حط من عليك. بده يصير يصير. اهلا وسهلا بالوزير بده يصير. الله وجه ابو عطا النحس. الله وجه ابو عطا النحس. اهلا يا ابو عطا. اهلا وسهلا في الوزير. اسمع يا سعيد اول ما تيجي سياره الوزير الله يرضى عليك بتنط بتفتح الباب وبدنا نشوف احنا اول ناس الوزير. اي سياره وزير واي باب عمي هينا لنا ثلاث ساعات وما جاش. بالك شكله مش راح يجي اصلا بالمره. يعني نروح ونيجي بعشرة؟ بالله عليك خلينا نروح. روحوا تروح. يلا يلا صالبنا من الصبح لهسه. يلا يا ابو عطا. روح يا ابو العبد. ابو عطا ابو عطا يلا يلا يا ابو عطا روحنا. Thank you.
من وين يا اخي؟ نعم اسمع الوزير، انت الوزير، وين الوزير؟ يعني مش معه عبد الفتاح. يعني حضرتك مش الوزير؟ هذا مش الوزير طلع يا جماعه. وين الوزير يا عمي؟ روح يا عمي، روح يا جماعه. وبعدين يا جماعه الوزير مو جاي. عم اقول عليه وين في وزير؟ وين انضحك علينا، انضحك علينا يا عمي. منطقة يا ابو العبد، ارمي يا ولد، ارمي يا ابو العبد. كل منك يا ابو العبد، كل منك يا ابو العبد. كل منك مش اهلا ولا سهلا بالوزير. اهلا ولا سهلا. يا ابو العبد، ما في مصايب.